وينضم الينا من الحدود السوريه التركيه الصحفي في شبكه فرات بوست صهيب الجابر. اهلا بك صهيب عبر سكاي نيوز عربيه. بعد ان اعلنت قوات سوريا الديمقراطيه طرد عناصر داعش من ريف دير الزور عمليات كر وفر، هل لديك معلومات عن عدد هذه الجيوب النائمه او المناطق الجبليه التي تسعى قوات التحالف الدولي لمطارده مقاتلي داعش واستهدافها بواسطه الطيران بعد هذه الخسائر لقوات سوريا الديمقراطيه؟ نعم، بداية أحييكم والسادة مشاهدي سكاي نيوز. طبعا التحالف الدولي وقسد أعلن بدء المرحلة الأخيرة من عمليات داعش في المنطقة وطرده من هذه المنطقة، وبالتزامن أيضا مع هذا الإعلان كان هنالك هجمات شنها التنظيم ومقاتليه على عدة مناطق، طبعا منها منطقة الطيانة كانت منذ يومين قد شنت داعش هجوما عليها وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من عناصر قسد. بالتزامن مع هذا الهجوم أيضا كان هنالك هجوم من الناحية الأخرى من الضفة الغربية لنهر الفرات ما تسمى ضفة الشامية، أيضا هجوم آخر لداعش على نقاط لنظام الأسد والميليشيات التابعة له في هذه المنطقة، وأيضا أسفر عن مقتل عناصر. ولكن الهجومين تحديدا كان لفترة وجيزة، فترة قصيرة، ثم بعد ذلك اختفى التنظيم في البادية، بادية المحافظة بشكل عام، وهي الطريقة حقيقة التي يستخدمها تنظيم داعش في الآونة الأخيرة. الجيوب التي بقيت له تحديدا، بالعودة إلى سؤالك عن جيوب داعش، تبقت في مدينة هجين، منطقة الشعفة، منطقة أخرى طيب. وهي البخاطر. صهيب، هذه الهجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية جاءت بعد تهديدات، يعني عبر صفحات عبر موقع تويتر هددت قوات قصد باستهدافها، باستهداف قياداتها. أيضا صباح هذا اليوم تتوالى هذه التهديدات، هل من إجراءات استثنائية أو إجراءات حماية، أم فقط يقتصر الأمر على عمليات لطيران التحالف الدولي لاستهداف مقاتلي داعش وهذه الجيوب التي تحدثت عنها الآن؟ حقيقة ما ذكرته أخيرا هو ما يحدث فعليا، عمليات قصف وغارات جوية تستهدف هذه المناطق التي يتمركز فيها التنظيم في دير الزور، ولكن للأسف أثناء هذه العمليات طبعا يستشهد مدنيين بهذا القصف، كون المنطقة الجغرافية التي يتمركز فيها التنظيم بشكل جيب في الضفة الشرقية تحديدا لنهر الفرات هي منطقة الآن يتواجد فيها أكثر من 100 عائلة. طبعا خلال الأسبوع الماضي سمح التنظيم بخروج عدد من العوائل، وصل إلى 140 عائلة خرجوا باتجاه مناطق قسد، ولكن بقيت 100 عائلة تقريبا، منها 40 عائلة من مقاتلي تنظيم أو عوائل مقاتلي التنظيم في المنطقة. بغض النظر، هؤلاء الأشخاص المدنيين المتواجدين في هذه المنطقة هم متواجدون في رقعة جغرافية صغيرة جدا، وبالتالي أي قصف من التحالف أو من قسد سوف يكون يقع خلاله ضحايا من المدنيين، وهذا ما حدث طوال الأشهر الماضية في دير الزور في البوكمال وفي مناطق أخرى، الميادين وقرى وبلدات الريف الشرقي لدير الزور خلال العمليات العسكرية الأخيرة. حقيقة طبعا يعتمد الآن ليس التمركز بشكل خارطة نفوذ في دير الزور، وإنما يعتمد الطريقة التي كان يعتمدها بالعراق سابقا في الأعوام السابقة، وهي المجموعات أو الخلايا النائمة. كانت هذه المجموعات تغير على مناطق هي كانت قد فقدتها خلال الآونة الأخيرة، ولكنها تغير عليها ثم تنسحب وتختفي في البادية التي يصعب التمركز فيها إن كان قسد. أشكرك الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب الجابر، كنت معنا من الحدود السورية التركية.